أبو فلة يكذب على متابعينه. طبعا نفس ما تعرفون أبو فلة بمقطع 20 مليون قرر يهدي هذا الشخص اللي من الاحتياجات الخاصة سيارة. هذي زين بيد اليمين أو هذي بيد اليسار، أي واحدة تبي بالضبط؟ تفضل هذه يا لؤي، هذه السيارة لك يا لؤي. ولكن الصدمة ان الولد مع امه طلعوا في بث مباشر وقالوا ان ابو فلة ما سلم السيارة اساسا للولد. والله السيارة ما اعطاني اياها، ما بعرف شو السبب ما اعطاني السيارة، المهم ما اعطاني السيارة، ابني ما اعطاني السيارة. تصور ابني مع السيارة، يعني لو السيارة مع ابني هسه لحد لو اخذها ابني السيارة صحيح كان تصور فيها حدا البيت كان يضل يتصور فيها، صح ولا؟ والله ما اخذ السيارة، اقسم بيات الله ما اخذ.